السلام عليكم. اذا غادي نشوفوا النظمه الثانيه وغادي نستعملوا طريقه التعويض دائما. اذا في هذه النظمه هذه شنو عطاونا؟ عطاونا 2x ناقص 7 y تساوي لنا ناقص 12، وعطاونا x ناقص 2 y تساوي لنا 0. اذا اول حاجه كنفكروا كيفاش نعزلوا x. اذا شكون اللي ساهل نعزلوا x؟ واش هذه المعادله الاولى ولا المعادله الثانيه؟ اذا اول حاجه كنلاحظوا بان عندنا 2 اكس وهنا 7 واي، اذا صعيب باش نعزلوا اكس في هذه الحاله الثانيه، ديما صعيبه، ولكن في المعادله الثانيه سهله، يعني ان اكس بوحدها ما حداهاش شي رقم هنايا. صافي مفهوم. اذا شنو غادي نكتب هنايا؟ المرحله الاولى نعزل اكس في المعادله 2. هذه هي المعادله 2 وهذه هي المعادله رقم 1. صافي مفهوم. اذا غادي نكتبوا المعادله النظمه ديالنا. هنايا 2 اكس هنا ناقص 7 واي هنايا كتساوي لنا ناقص 12، ولكن هنايا غنخليو اكس، يعني غنعزلو اكس وناقص 2 واي نرجعوها للطرف الاخر. شنو كترجع لنا؟ الناقص، اذا ترجع زائد 2 واي. صافي مفهوم. اذا حنا دابا جبرنا القيمه اكس شحال هي؟ 2 واي، وغنعوضوها فين؟ في المعادله الاولى. اذا المرحله الثانيه نعوض إكس بقيمتها في المعادلة رقم 1. صافي مفهوم. إذا شنو كيفاش غادي تصبح لنا المعادلة؟ إذا فين كاينة إكس؟ هنايا كاينه هنا. إذا ماش غنعوضو إكس، غنعوضوها بما يشبه 2 إكغيك. إذا عندنا جوج، ماش قلنا غادي نعوضو إكس، إذا إكس غادي نعوضوها 2 إيكغيك، هاهي ناقص، نكملو دابا المعادلة ديالنا، ناقص 7 إيكغيك تساوي ناقص 12، وعندنا إكس شحال كتساوي؟ غنعاودو هادي بالكتاب، تساوي 2 إيكغيك. صافي مفهوم. يعني أن دابا غنشرو، جوج جوج هي 4 إيكغيك ناقص 7 إيكغيك كتساوي ناقص 12. إذا رجعتنا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو إيكغيك، وهنايا عندنا إكس كتساوي لنا 2 إيكغيك. صافي مفهوم. يعني أن دابا غادي نجبرو قيمة إيكغيك شحال كتساوي لنا إيكغيك. إذا 4 ناقص 7 هي ناقص 3 إيكغيك تساوي ناقص 12، وهنايا إكس كتساوي 2 إيكغيك. أي أن إذا إيكغيك شنو كتساوي لنا؟ هي ناقص 12 على ناقص 3، ناقص 12 على ناقص 3. صافي مفهوم. و إكس تساوي 2 إيكغيك. إذا ملي نجبرو قيمة إيكغيك غنعوضوها ونلقاو قيمة إكس. إذا إيكغيك تساوي شحال هي ناقص 12 على ناقص 3؟ هي 4. إذا إكس تساوي 2 فيش مضروبة 2 في إيكغيك، و إيكغيك شحال كتساوي؟ 4. إذا 2 غنضربوها فيش في 4. عندنا هي 4. نكتبو هنا يعني أن إذا إيكغيك تساوي 4 و إكس تساوي 2 في 4 هي 8. إذا جبرنا قيمة إكس هي 8 و قيمة إيكغيك تساوي لنا 4. إذا شنو كنكتبو؟ إذا النظمة تقبل حل واحد هو الزوج. قلنا كنكتبو هنايا في الأول إكس شحال هو؟ هو 8. إذا كنكتبو هنا 8، وهنا الزوج يعني إيكغيك، هذا محور يعني الأفصول، وهذا الأرتب، الأرتب شحال؟ 4. إذا إيكغيك تساوي 4. إذا النظمة تقبل حل واحد هو الزوج 8 4. إذا هذه النظمة الثانية.